السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد وحلقة جديدة من ماستر ليج، واليوم عندنا الحلقة رقم 48. قبل ما ابتدي، اللايك، الاشتراك، تفعيل زر التنبيهات، وصلوا هذا المقطع اكثر من 15000 لايك شباب. يلا نرجع ل 15000 لايك. شوية صحتي صارت زينة، فقلت خلي اصور مقطع على السريع وندخل مباشرة بالمقطع يا شباب. تشوفون ليش هنا يا مصطفى، ليش مو بالواجهة الرئيسية يا شباب؟ والسبب الاطقم اللي انتم صممتوها، الاطقم الخرافية اللي رسلتوا ليها على الانستغرام. مختارين من عندها كم طقم؟ اختارينا من عندها اربع اطقم يا حبيبي، من اختياركم طبعا، تصويت، وانتم اللي اختاريتوا الافضل جبناه وثبتناه باللعبه. طبعا الموقع مال التصميم موجود بالحلقه اللي راحت، رابط الانستغرام بعد بالوصف يا شباب، روحوا تابعوني بالانستغرام حتى ان شاء الله بالمستقبل نصمم اطقم بعد احلى واحلى من هذه باذن الله، وممكن نتعاقد مع شركه ثانيه غير شركه بوما. فخلينا نروح نستعرض الاطقم. عندنا اول طقم هو طقم الابيض. الصراحه هذا الطقم انا اول ما شفته عجبني، ما اعرف ليش، وانتم جاب تقييم عالي، حيل عالي جاب، فاختاريتك ان يكون الطقم الاول للفريق. تقييمكم من 10 للطقم الاول. وهذا هو الطقم الثاني يا ولد. والله يا شباب اللي صممه اهنيه على التصميم الصراحه، خاصه اللون هذا البرتقالي او اللي ما اعرف شنو يسمونه، المهم هذا اللون. بس كانت الارقام باللون الاسود، انا غيرتها الى نفس اللون فصار الشكل خرافي. حتى هنا يا شباب بالياخه احنا نسميها او ما اعرف شو يسموها انتم، المهم هذا المنطقه هم بنفس اللون، تصميمه خرافي. حتى الظهر هسه بنشوفه بالملعب ان شاء الله يعجبكم. بس بالنسبه لاشارات الكابتن ما ادري هل هي مضبوطه او لا، بعضهم مضبوطه وبعضهم لا. تقييمي من 10 لهذا الطقم انا انطيه الصراحه 9 من 10. الطقم الاول انطيه 9 من 10 بعد. والطقم الثالث اللي انتم اختاريتوه هذا هو يا ولد على الالوان، اللون الابيض مع هذه الالوان رايق. هذا بعد انا غيرت بس لون الرقم، كان باللون الاسود سويته بهذا اللون يا شباب، باللون الابيض. بس باقي الالوان وباقي التصميم كله صاحبه هو اللي سواه، وشكرا لكم على هاي التصاميم الخرافيه. وهذا تقييمي إلى 8.5 من 10 أو 9 من 10، يعني طقم خرافي. وهذا الطقم الرابع الصراحة يا شباب، كانت أكو أكثر من طقم اختاريتهم يكونون رابع، بس بالتصويت كانوا حلوين وبالصورة حلوين، بس من أجي أثبتهم يكون التيشيرت ما طالع باللون اللي شفته بالصورة، فأكو مشكلة باللعبة نفسها أو بموقع تحميل الطقم. بس يا شباب اللي عيب هذا الطقم الصراحة، كل شيء عندي حلو بالطقم إلا شيء واحد، هو البوما الماركة اللي هي بوما مال التيشيرت باللون الأبيض، كان المفروض تكون بالأسود مثل اللون الموجود بالشورت ومثل الشركة الراعية الموجودة بالصدر، وحتى هذول اللي هنا لازم يكونون بالأسود. بس هذا اللي عيب الطقم، وراح نطيه 8 أو 7.5 من 10 هذا الطقم، وخليته رابع بسبب هذه الملاحظات. لازم تركزون عليها وتركزون على إشارة الكابتن بعد، اللي إشارة الكابتن ما مضبوطة يا الطقم ينقص 2 من التقييم. راح ندخل نشوف منو ما مضبوط. أما بعد أكو طقم اختاريته يا شباب للحارس، راح نشوفه بالمباراة، هو الطقم الأحمر، وأغلبكم يرسل لي يعني فارس تولي يقول لي مصطفى هذا لازم تختاره، وكثير من عندكم قالوا لي للحارس، فاختاريته للحارس مثل ما انتم. يلا خلاص مصطفى طولنا بلطقم، خلي نروح نشوف جدولنا وين واصلين، شكو ماكو. جدولنا يا شباب لليوم عندنا اول مباراه ضد مانشستر يونايتد، مباراه اللي خسرناها الفريق اللي فاز علينا، الفريق الوحيد اللي فاز علينا بالنصف الاول من الموسم، يعني مباراه انتقام ان شاء الله. وعندنا بعد مباراه برايتون نهايه فتره انتقالات، ونبدي بالنصف الثاني ان شاء الله مع شهر فبراير. احنا بادين اوريدي بالنصف الثاني، بس يعني تخلص الانتقالات. طبعا مباراتنا جدا قويه بدوري ابطال اوروبا، وراح تشوفوها اليوم، انا عرفتها بالحلقه اللي راحت، واليوم ان شاء الله نلعب ضدهم ممكن. احنا حاليا بالمركز الاول، فارق 6 نقاط على تشيلسي صاحب المركز الثاني. بالنسبة لتجديد العقود، جددنا، اشترينا لاعب ظهير يمين، فما عدنا شي نسويه إلا نروح لمباراة مانشستر يونايتد. الله ليش رودريجو ماكو يا ولد؟ لا 5 أيام إصابة لرودريجو يا شباب. أوه والله ضربة قوية، وضد اليونايتد قوية هذه الضربة الصراحة. جوميز راح ينزل أساسي أكيد، وجرينوود راح يتحول بهذا المركز. توني مصطفى ديونج نزلت طاقته، والله نزلت يا شباب، لازم أبيعه، نصف الموسم لازم ينباع إن شاء الله. ديونج نزلت طاقته، وماركينيوس بعد أعتقد نزلت طاقته، أو 32 سنة بعد لازم أبيعه. شباب عذروني، طاقة من تنزل أنا استفاد فلوس اللاعبين، اشتريتهم بمبالغ عالية، وهذا نيوكاسل مو مانشستر يونايتد ولا ريال مدريد ولا باريس سان جيرمان، عندهم موارد فلوس. لا احنا ما عندنا فلوس، احنا فلوسنا بلعيبتنا، فلوسنا جمعناهم بصعوبة، جمعت الفلوس هاي كلها أنا عن طريق التجارة، أبيع اكو واحد يبيع، لا اشتري وبعدين ابيع، فاشتري لاعب رخيص وابيعه غالي، وبهذا الشكل كوننا هاي المنظومه. اذا اللاعب اعتزل وما بعناه او نزلت طاقته ونزلت قيمته، راح تكون خساره للنادي لو مهما كان يا شباب، وان كان جاي ننافس ممكن نرجع بالمستقبل يكون فريقنا ما عنده فلوس، فما اريد ان هذا الشيء يصير، اريد نظل ميزانيتنا عاليه. فماركينيوس ديونج هذولي مدام انتم ركزتوا ونبهتوني عليهم انهم طاقتهم نزلت، خلاص هذول اللاعبين لازم ابيعهم. تلخت عندنا 27 سنه ان
ان شاء الله ما تنزل، موسمين ومبيعه، موسمين ثلاثه ومبيعه، يعني بس بدي تنزل طاقته مباشره لازم ابيعه. ديونج لازم ينباع ان شاء الله بنهايه الموسم. وماركينيوس شباب، ديونج لاعب قوي، لاعب رهيب، بس عمره 29 سنه، طاقته بدها تنزل خلاص، اذا رجعت طاقته 89 راح يبقى بالفريق، ما رجعت طاقته انبيعه. واعتقد كلكم متفقين وياي، وشوف انه لاعب افضل خط وسط نجيبه، اقوى طاقه نجيبها، بس لازم عمره يكون ممتاز، يعني ما اريد عمر كبير. مباراه ضد اليونايتد، الفريق الرهيب، الفريق الخرافي، ننزل باللون الابيض، اليونايتد خلهم يلعبون باللون الاسود، مباراه على ملعبنا وبكيفنا. شباب اللايك، هلا هلا باللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر التنبيهات، اهم شيء اهم شيء اهم شيء اهم شيء اهم شيء الاشتراك. اذا انت جديد على القناه اشترك يا صديقي، وخلي نفجر زر الاشتراك، وما بقى شيء على الربع مليون مشترك، يا الله رقم خيالي صراحه. شكرا على هذا الارقام، شوفوا زي حارس المرمى يا شباب، مثل ما تشوفون هذا هو طقم الحارس الجديد. فنرجع على الحارس ونشوف الطقم يا حبيبي، والله الطقم حلو، والله تقييمكم يا شباب للطقم. هي لا سهلة يا أوديغارد. طبعا يونايتد عندهم جيرسون، عندهم لوتارو، هذا كلهم لعيبتنا، وبعد عندهم اعتقد هواي اشتروا من عندنا وهواي طلبوا لعيبة من عندنا. لا لوتارو، لو لا 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 لا. مباراة ما اريد اخسرها، مباراة ما اريد اخسرها يا حبيبي. ليش 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 يا ماركينيوس يا دوناروما، ركز يا دوناروما. يا أوديغارد أوديغارد سجل. يعني شلون بس يدعرف شلون اللاعب ياخذ راحته بهالشكل ويصوب. شوف 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 ماركينيوس جايسه، ماركينيوس والله الهدف هنا يا شباب نفس الطريقه. شوط اول 2-0 لمانشستر يونايتد. امسك يا ولد، شنو هذا دوناروما؟ خلاص راح العب بمهاجمين، انزل بوستوس، انزل فاتي، ما اعرف ايش جراله والله بهاي المباراه. تعال ثانيه، خلينا ننزل هذا الظهير يا شباب بدل داني الفيش. جوميز بوستوس بوستوس رايس جرينوود، ضربه حره يحصل عليها جرينوود، حلوه. يا سلام، اي يا حبيبي يا سلام عليك جرينوود، الدقيقة 87 شباب، النقطة حلوة، النقطة لا بأس بيها. يلا يلا يا شباب تركيز، شوف يا ولد شوف، يا سلام عليك. طبعا الكرة كرة الدوري الإيطالي ما غيرتها، إن شاء الله غيرها يا شباب. ثانية ماركينيوس جوميز لا حرام. يلا يلا يلا، والله يونايتد اقوى منا، والله لازم نعترف بهذا الشيء يا شباب، اليونايتد اقوى من عندنا وكانت عندنا اخطاء، نعوض ان شاء الله، ان شاء الله نعوض. يلا اللي يقهرني انه ذهاب واياب فازوا علينا، والله هذا اللي يقهرني. شوف هاي باقي النتائج، تشيلسي فازوا تقريبا، هم اللي جاي ينافسونا، باقي ثلاث نقاط بيننا وبينهم. هسه اتمنى انا يا شباب تجي عروض وعقود اللاعبين، يا رب يجي لهم عرض، خلي نبيع، عندنا كميه لاعبين هواي 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 جدا هواي. يلا مباراه برايتون ان شاء الله اسهل يا رب، 100% راح تكون تشكيله شبه احتياطيه، رودريجو باقي له يومين يرجع ان شاء الله، اتوقع الاساسي راح يكون، ايش رايكم ننزل بريثوايت اساسي؟ تشيربي اعتقد لازم ينزل، وبعد عندنا يا شباب بعد واحد من المدافعين البيول بعد خليه ينزل، سيليسينيو خله ينزل، ومارسيلو بعد راح ينزل، مباراه راح ننزلها بتشكيله احتياطيه، والحارس راح يكون اونانا بهذا اللقاء، وننزل بعد انديدي، تقريبا الكابتن لازم يكون اونانا، خله اونانا، يلا خلينا نلعب زي الثاني او الثالث ثاني، اوكي. يلا شباب بعد تعثر بالمباراه الاولى ضد اليونايتد، هذه المره ما اريد نتعثر. حلوة 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 حلوة، طبعا هذا سريع سريع سريع، هذا الظهير الجديد، روح روح يا ولد. تمريتك شوية سيئة، ركز. يا سلام العب يا ولد، يلا يا اودي اوديغارد اوديغارد. يا اوديغارد لازم اقلل تصويبي شوي من بعيد، اسجل يلا اصوب. مارسيلو اوديغارد، يا سلام يا سلام، الهدف الاول بالدقيقة 45. شوف يا شباب شوف شوف، مارسيلو حلوة حلوة، دخوله للعمق، تمريرته لأوديغارد، يا سلام المرور، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حلو الهدف يا ولد يا ولد. لا 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 لا، لعيب لعيب هذا الولد، لعيب يا شباب، ممكن يكون له تأثير كبير بالفريق. يلا يا مارسيلو يلا يا مارسيلو، اصعد اصعد يا مارسيلو، يا سلام يا سلام يا سلام، ارجع ارجع الفاتي يا حبيبي، ارجع الفاتي. دقيقة 73 خلينا نسوي ثلاث تغييرات، أول لاعب أريده ينزل هو يوسف العربي، وبعد خلينا ننزل بوستوس، وممكن ننزل يا شباب جرين وود. جرين وود روح ادخل
يا سلام بوستس. بلنتي 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 يا حكم. لا 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 يا حكم لا، بعد ما خرجت الكرة العب متويدي. يا سلام جرينوود، انضرب، خلاص الهدف الثاني، خلاص انتهت المباراة. دقيقة 94، 2-0، صافرة الحكم قريبة يا شباب. جرينوود سجل بعد ما نزل. شوف متويدي، جرينوود استلام، حلو اللفة والدوران والتصويب، جول. يلا نهاية المباراة، أفضل لاعب أتوقع أوديجارد لو جرينوود، واحد من عندهم، واحد سجل الأول واحد سجل الهدف الثاني. أوديجارد هو الأفضل بالمباراة. تشيلسي خسروا ضد اليونايتد، الفارق ازداد إلى 6 نقاط مع تشيلسي يا حبيبي، فارق رهيب يا شباب. عندنا أقوى خط هجوم بالدوري وأقوى خط دفاع حتى الآن. أوكي، عرض لإنديدي ب 31 مليون، قيمة اللاعب 49 مليون، عمره 30 سنة. أوكي والله الفكرة حلوة يا شباب، نبيع إنديدي شي حلو، ما قصر ويانا. بس هل نبيعه هسه؟ لا مو هسه، ها المفاوضات. خلاص بقت آخر ساعات الانتقالات يا شباب، ولحد الآن ماكو عروض. أوكي، عرض لأونانا 30 مليون، أنا عارضة للبيع، فاللي خلينا نعيد التفاوض. 33 مليون، إذا وافقوا نبيع أونانا. خلاص يا شباب، 33 مليون أونانا، مباشرة قبول الشروط راح أونانا. صار عندنا 66 مليون ميزانية انتقال. لا لا لا، متويدي ليس للبيع، قيمته 87 مليون، ينطوني 33 مليون فالنسي. انهاء. عرض لأوم تيتي 4 مليون، انا طبعا اشتريته بسعر حيل حيل قليل حسب ما اتذكر. والله يا شباب ما يسوى الصراحة حتى اعيد تفاوض، فقبول الشروط، روح أوم تيتي خلاص. يعني راتبه 4 مليون وبعته 4 مليون. دلخت، اوف اوف اوف، 136 مليون. انهاء المفاوضات، لا ما ابيعه حاليا، دلخت. عرض عار اليوسف العربي لمدة سنة 13 مليون، جيد هذا العرض، حلو يا حبيبي. عاد التفاوض، نقدر نزيده لو لا، نخليه 15 مليون، يا رب يوافقون. باقي ساعة واحدة من فترة الانتقالات، واعتقد يا شباب عندنا لاعب واحد بس نقدر نبيع. عندنا يوسف العربي 15 مليون خلاص لبوروسيا دورتموند، وديوغو لوبيز إعارة لبورتو. لا هذا حارس ما راح ابيعه يا شباب، احصل ال 15 افضل لي لمدة سنة، فيوسف العربي هو اللي راح نبيعه. بس قبل لا ننهي فترة الانتقالات خلينا نشوف الارقام مضبوطة. اوكي، الحارس رقم واحد بعناه، فراح يصير عندنا دوناروما هو رقم واحد. الحارس الثاني راح يكون عندنا دييغو لوبيز، وعندنا أرماني. لوريس بعناه، أعتقد لوريس إحنا بايعينه على سبيل الإعارة يا شباب، فعندنا دييغو لوبيز وأرماني وبس. راح نطيل ألبيول يا شباب حاليا رقم 5، سيليسينيو أنطيل رقم 35. يلا خلاص نوافق على عرض بروسيا دورتموند، يوسف العربي إعارة لمدة سنة، خلي يروح يا حبيبي، والله استفادينا منه حيل حيل هواي، يعني 15 مليون عرض إعارة شيء رهيب. خلاص رسميا انتهى سوق الانتقالات، أعتقد انتقالات جيدة، انتقالات نصف موسم رهيبة. جبنا سيليسينيو وجبنا بعد لاعب كي رجعنا أوديغارد، بس هذا اللي صار بالانتقال. وبريث وايت، ما ننسى ما ننسى بريث وايت يا حبيبي، بعد جبناه بهذه الانتقالات، ما راح نستفاد منه بس جبنا. طبعا العروض لا زالت شغاله، لازلنا يا شباب نبيع اللاعبين ان شاء الله، بس يجي لهم عروض. خلينا نضبط خطتنا بعد ما انتهت الانتقالات، هاي الخطه الاساسيه او التشكيله الاساسيه. الحارس الاحتياطي عندنا أرماني 19 سنه، دييغو لوبيز 20 سنه، اعتقد صاحب 19 سنه هو اللي راح يكون الحارس الاحتياطي. يلا شباب خلينا نروح مبارياتنا، عندنا 3 مباريات، اعتقد ثلاثتهم ان شاء الله ناخذ بهم 3 نقاط يا رب. دلخت ما جاهز، راح يطلع وننزل اسيربي خليه يشارك. دانيلفي صارت طاقته 84، مارسيلو بعد اريده يشارك اساسي، ومتويدي بعد اريده يشارك اساسي. اوديغارد يطلع ننزل احتارين، ديونج لازم ينزل، ديونج لين جاي يلمض يا شباب هذا الشكل، فلازم ينزل حتى يتطور. اوكي خلينا نشارك بهذا الطقم هذه المره. يلا شباب على السريع 3 نقاط وخلصونا من المباراه ومن اتعاب هذه المباراه. يا ولد يا ولد يا ولد، عودة من الإصابة وكرة جول رهيبة، يا سلام على رودريجو. والله الصراحة يا شباب بدون تطبيل، يعني رودريجو عالمي. اللي يعجبني برودريجو الصراحة يا شباب إنه تقريبا لازم يراوغ ويسجل. شوف يا ولد يا ولد، فاتي الأرتو أفضل لاعب بالأرتو بالفريق هو إنسو فاتي. بس شوف 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 رودريجو، شوف 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 شوف، يا سلام على يا ولد يا ولد، والله حطها بالتسعين، هدف عالمي. يلا يلا يا فاتي رد عليه، حلو المنافسة بيناتهم ومع جرين وود بعد وياهم، والله شيء رهيب بالفريق. بس دائما أقولكم اللي يظهر بالمباريات الكبيرة هو اللاعب الكبير، يعني لازم مباريات الكبيرة يا رودريجو. يلا العب يا فاتي، يا الله 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 الله، والله يرد علي يا شباب بأسست، يستاهل هو يسجل. يا سلام شوفوا دارت دارت دارت، رجعت له رجعت له هو. شوف 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 شوف، شنو هذا شنو هذا يا ولد، شنو هذا شنو هاللعبة هذه الرهيبة. يا سلام عليك يا فاتي، أسطوري. والهدف الثاني، والله رودريجو وفاتي عالميين يا حبيبي عالميين. جرينوود بقيت انت ما سجلت يا جرينوود، ميزوا عليك فاتي ورودريجو. يلا يا جرينوود، مارسيلو، فاتي
فاتي الله 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 جرين فاول 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 يا حكم مسافة حيل قريبة والله خايف أنا الصراحة ما يسجلها جرين وود. أوكي خلنا نطيه الرودريجو ضربت بالجدار يا ولد ألفيش برايس جول الله 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 جرينوود لياقته انتهت ننزل بريثويت وعندنا يا شباب بعد جوميز لازم يشارك وخلينا ننزل بعد سيريسينيو مارسيلو مارسيلو يا ولد يا ولد يا ولد يا جوميز يا سلام الهدف الثالث بعد تصويب من مارسيلو تضرب بالدفاع ترجع لجوميز يحطها بالشباك شوف 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 شو مارسيلو ضربت يا حبيبي رجعت لجوميز يا سلام عليك فاتي العب يا ولد جوميز يا سلام حلو حلو يا جوميز هدف رابع 4-0 يا ولد على تمريرة انسوفاتي شوف يا شباب تمريرة انسوفاتي شوف الولد شوف 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 مر انطي يا سلام عليك جوميز وياها جول سيريسينيو الله 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 رايس يلا يا ولد يا سلام انضرب حلوة حلوة التصويبة جوميز جوميز بريث وايت بريث وايت يا سهلة سهلة يا بريث وايت خلاص سافرت الحكم نهاية المباراة 4-0 على ساوثهامبتون فريق قوي فريقنا رهيب أفضل لاعب بالمباراة جوميز صاحب الثنائية نبقى بالصدارة يبقى الفارق 6 نقاط على تشيلسي يلا عندنا هسه مباراة روذرهام هداف الدوري الإنجليزي أوباميانج 14 مع خامس رودريغيز عندنا جوميز عنده 10 وجرين وود عنده 9 رودريجو عنده 6 هذه هي الهدافين يا شباب يعني جرين وود خرافي الصراحة والله كلهم حلوين أنا أمدح برودريجو وفاتي جرين وود أسطوري جوميز عندك هداف الفريق كل اللاعبين ممتازين يلا مباراة روتنهام فريق شوي متأخر فاتي ما جاهز اتوقع ماركينيوس ريحه خلينا ننزل البيو والحارس بعد يا شباب راح ينزل ارماني سيريسينيو عندنا مصاب لمدة اسبوع احتارين ينزل اساسي اريد انزل هذا يا شباب اريد يجي لعرض فخليه يشارك انديدي بعد تعال شارك بهاي المباراة جوميز انزل اساسي اوكي بهاي الشكل راح ننزل للشوط الاول رودريجو يا شباب انزل اساسي والشوط الثاني ننزل ثاني طيب القائد منه بهاي التشكيلة جرينوود او رودريجو رودريجو القائد يلا هذه المرة بهذا الطقم الشبيه بطقم مانشستر سيتي يا ولد يا ولد يا ولد يا رودريجو الهدف الاول 1-0 بس الهدف عالمي الصراحة مراوغة وعبور رهيبة والكرة بالشباك شوفوا شارة القائد هنا يا شباب المصمم ما مهتم بيها لازم تهتم يا حبيبي بشارة القائد تقدر تصممها من نفس الموقع شو رودريجو يا ولد يا ولد المرور وحاطها على القائم البعيد يا حبيبي يلا هدف اول يا شباب جوميز اضرب لا مع واحدة يا سلام حلوة يا جوميز العارضة وترجع له والكرة بالشباك 2-0 يا سلام سلكت ويا يا شباب بس يستاهل يستاهل لين عبر اللاعب وصور والله هداف هداف يا جوميز ان شاء الله ان شاء الله تكون هداف الفريق لازم انزله بالدوري كثير حتى يكون الهداف يا شباب لازم ينزل لا يا ولد يا دوناروما يا سلام عليك يا رهيب او لا 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 من الحارس الحارس ارماني صح يا ولد والله يحسب له طلع جوميز ننزل بوستوس وننزل الثانيه بدل رودريجو خلينا ننزل مارسيلو بدل رينان لودي جرينوود بوستوس جول يا رهيب يا بوستوس لازم يسجل من ينزل بديل مارسيلو مارسيلو لا 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 بعيد محمد بوستوس يا ولد 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 هدف رابع مع نهاية المباراه شوف يا ولد على العبور يا سلام عليك صافره الحكم 4-0 بوستوس افضل لاعب بالمباراه تشيلسي فازوا يبقون خلفنا يا شباب الفارق يبقى 6 نقاط يلا عندنا مباراه ويست هام رودريجو ما جاهز انزل جوميز جرينوود بعد تعال احتياطي مارسيلو تعال انزل اساسي ديلخت ترتاح انزل السيربي ما جاهز يلا يلا سيريسينيو ما جاهز فنخلي داني الفيش متويدي اريد يشارك بهاي المباراه بهذا الشكل راح ننزل يا حبيبي هذا الشكل الفيش الفيش يا سلام متويدي جول 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا جوميز هدف اول 1-0 بعد يا شباب كرة ودربك صارت المهم جوميز يحطها جول جوميز الحلو به هداف اللاعب هداف حطه بالمنطقة يا شباب يسجل هداف شوف 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 دربك يا ولد يا سلام عليك سجل الهدف بمهارة ثانية جوميز
جوميز والهدف الثاني. يا رهيب يا رهيب يا اسطوري. خلاص يا شباب اتوقع اذا يظل يلعب راح يكون هو هداف الدوري. يا ولد يا ولد يا جوميز يا سلام. مارسيلو مارسيلو عاليه بعيده بعيد. فاتي فاتي يا الله حرام حرام حرام. ترجع جوميز الفيش اضرب داني الفيش متويدي يا ولد مارسيلو هي هي. لا حرام شوط اول 2-0. ركزوا شباب ركزوا لا يجي جول. الله حارس يا سلام. دوناروما اغلب اللاعبين لياقتهم انتهت خلينا ننزل رودريجو تعال ننزل بدل ساني. بعد تغيير اوديجارد لازم يطلع وننزل محمد احتاري. مارسيلو فاتي يلا سهله يا فاتي. اوه والله حلوه. مارسيلو اضرب يا مارسيلو يا الله حلوه حلوه. صافرة الحكم نهايه المباراه 2-0 فزنا على ويست هام. جوميز افضل لاعب بالمباراه. هذه باقي النتائج وتشيلسي جاي تضرب بقوه يا ولد بس الفارق يبقى 6 نقاط. اعتقد هسه عندنا مباراه صعبه حسب ما اعتقد يا شباب. اوه عندنا مباراه كاس ربع نهائي ضد ايفرتون. الله يستر. جاي عرض لحارس المرمى ارماني ب 7 مليون عرض اعاره. اوكي نعيد التفاوض ممكن نشتري لنا حارس ان شاء الله وعندنا حراس راح يرجعون فنخليه 9 مليون ونشوف يوافقون. اذا وافقوا ممكن نبيع يعني راح يروح من عندنا بنهايه الموسم يعني نقدر نعوض ان شاء الله بحارس احتياطي. الله يستر يا شباب من هاي المباراه الصعبه الصراحه ضد ايفرتون. اكيد راح انزل باقوى تشكيله عندي. سيليسينيو تقريبا رجع من الاصابه جيد. يلا صافره البدايه وبدايه المباراه يا حبيبي مباراه ربع نهائي كاس ان شاء الله ما نخسر الكاس يا رب يا شباب نتاهل. رايس اضرب يا حبيبي اضرب. يلا ديونك رودريجو اضرب. شباب هذه الفرص اذا تضيع نخسر المباراه. روح روح جرينوود العب اوديجارد يلا يا رودريجو. اوه رودريجو امسك حلو دوناروما. يا الله جرينوود رهيب. اوف اوف يا ولد يا جرينوود. حارسهم بيكفورد يا شباب رهيب رهيب حارسهم ممتاز. يلا يا رود فاتي 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 ف... آه يا فاتي آه يا فاتي شباب دير بالكم من الهجمه المرتده. اهرب اهرب فاتي فاتي. رودريجو ايش بيكم ايش بيكم هاي المباراه. رودريجو فاول حكم حكم نايس. يا ولد يلا يا الله والله مباراة نار يا شباب. فريقنا مسيطر على المباراة بس ما جاي نقدر نختمها بالشباك وهذا وحش. الفيش فرانكي رايس فرانكي فاول. حكم اليوم ما قابل ينطينا ضربة حرة. يقول تفوزون بدون ضربة حرة. تفوزون بدون ضربة حرة ما فوزكم اليوم. الله يستر الله يستر. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. خميس خميس خطير. يا سلام يا دوناروما يا رهيب يا رهيب يا اسطوره. لا. الله الله لا عالمي عالمي يا دوناروما. حاليا هم افضل من عندنا. لازم اسوي شيء بالتشكيله يا شباب لازم اغير. اوكي اعتقد اطلع صانع الالعاب. العب بدون صانع العاب. طلع اوديجارد ننزل بوستوس او جوميز. لا 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 جوميز لازم ينزل يا شباب. اعذرني يا بوستوس بس جوميز هو الهداف. فاتي ورودريجو واحد منكم راح يطلع اللي يتعب او اللي يضيع واحد منكم راح يطلع. وهو رودريجو والله فاتي حيل حيل لياقته راح تنزل بالدقائق الجايه. رد طلع ثاني الفيش وننزل سيليسينيو يا شباب. لاعب صغير ممكن ينطينا دفعه بالهجوم. خلص امسك رودريجو. التدخلات هذه يا ولد يا ديونج. حلوه فرانكي رايس جرينوود. يا سلام
احلى هدف واجمل هدف بتاريخ جرينوود يا ولد يا رهيب. يا سلام على القنبله هذه يا سلام، هي جول يا عمري جول. قلت لكم يا شباب، قلت لكم انه الكبير يظهر بالمباريات الكبيره، والصراحه هذا اللاعب ما يخذلني بالمباريات الكبيره، اما ضربه حره ام تصويبه من بعيد أو, 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 او لازم يسجل المباريات الكبيره. شوف شوف, شوف, شوف شنو هذا، بوم بالتسعين، تقييمكم من 10 الهدف جرين وود الخرافي. باقي 10 دقائق فات الياق تنتهت، ننزل بوستوس بهذا الشكل يا شباب، راح تكون تشكيلتنا او الخطة. نخلي رودريجو من هالجهة، جوميز فاتي او رودريجو، يلا رينا اللودي، يا سلام جوميز، لا 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 ابعد ابعد سلسل، لا 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 لا. مرت مرت مرت، الحمد لله الحمد لله، كان ممكن الدفاع هو يجيب بينا العيد. خلص خلص يا دلخت، شيل يا ديونج، شيل برجلك يا ديونج، ابعد الكرة. حلو ماركينيوس، اضغط عليه يا ولد، اضغط عليه يا ولد، يا سلام. اي اي خلاص جاب الكرة، العب خلاص. صافرة الحكم نهاية المباراة، فوز صعب وصعب وصعب يا شباب على ايفرتون، صراحة من أصعب المباريات اللي لعبناها هذا الموسم، ونستاهل بيها الفوز والثلاث نقاط أو الثلاث نقاط عشان تأهلنا لمباراة نصف النهائي جرينوود أفضل لاعب بالمباراة. صراحة كانت المباراة مجنونة، مانشستر يونايتد عندنا تشيلسي، وبعد السيتي خرجوا وأرسنال تأهلوا، فهاي الأندية اللي تأهلت لنصف النهائي مباراتنا الجاية راح تكون ضد مانشستر يونايتد، تشيلسي راح يواجهون الأرسنال، يعني على الأغلب النهائي راح يكون ضد تشيلسي إذا عبرنا اليونايتد، فرصتنا للانتقام من اليونايتد إن شاء الله. هسه مباراة ليستر سيتي أو أخليها الحلقة الجاية، أتوقع أخليها الحلقة الجاية لأن الصراحة تعبت، بس خلت مثل الصعوبة أسطورة مثل ما تشوفون يا شباب مباراتنا الأخيرة ضد إيفرتون. خلينا نروح هسه ثانية، جاي لعرض أوكي 36 مليون، ما أريد أبيع ثانية الصراحة بهذا السعر، إنهاء المفاوضات، وأعتقد بعد ما أريد أبيع أنا أصلا. أرماني راح ينباع إن شاء الله، انتهت المفاوضات إن شاء الله، يطلع من عندنا ندوس له قبول، يروح على سبيل الإعارة شباب، فاعتقد ندوس للقبول ما عندنا مشكله، يروح ويرجع لنا سنه 2027 شهر 6 يطلع من عندنا بنهايه هذا الموسم، فما عندي مشكله، روح يا ارماني. طيب كم هدف صار عند جوميز بالدوري الانجليزي الممتاز؟ مارتينيلي عنده 14، اوباميانغ 14، رودريغيز عنده 14، وبعدهم راح يكون جوميز اللي ان شاء الله قادم بقوه لهم، وان شاء الله يكون هو الهداف. طبعا يا شباب بالنسبه لدوري ابطال اوروبا بالحلقه الجايه راح نلعب مباراتنا ضد برشلونه بعد مباراة ليستر سيتي، يعني لازم نريح بمباراة ليستر سيتي، لازم ننزل بتشكيلة احتياطية حتى ننزل مباراة برشلونة، خاصة بعد الإرهاق الكبير اللي صار لنا بمباراة إيفرتون. فبرشلونة وراها ريدينج إن شاء الله سهلة، عندنا ولفرهامبتون، عندنا هنا مباراة إياب ضد برشلونة، وعندنا نصف نهائي الكأس مباراة الانتقام ضد مانشستر يونايتد. طبعا يا شباب اللي هنا استكمل المقطع، ضغط لايك، اشتركوا بالقناة، فعل زر التنبيهات، شكرا للمشاهدة، شكرا 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 للناس اللي صممت لنا الأطقم، والله ذوقكم رهيب، ذوقكم رائع، أكثر من تقريبا 200 او 300 واحد رسل لي يا شباب، هذا اللي قدرت اعرضه الصراحه، انا شويه مريض هذا اول شيء، ثاني شيء رسائل كثيره عندي يعني ما عدا الاطقم، عندي رسائل ثانيه تجي على الانستغرام كثيره، فاعذروني من هذا الجانب، يعني صعب صعب اغطيها بالكامل، وبس لايكاتكم اشتراكاتكم تنبيهاتكم، شكرا للمشاهده، وفي امان الله.